بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ها نحن مع شيخنا الجليل الأستاذ العلامة الدكتور أحمد الكبيسي حفظه الله، مبينا بعض الفروق الدقيقة بين الآيات القرآنية التي تبدو أنها متشابهة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نزال في سورة التوبة أو سورة براءة. وسورة التوبة هذه سورة سياسية بالمعنى الكامل من ألفها إلى يائها، تتحدث عن أحكام سياسة العباد، سياسة الملوك ورؤساء الدول والجمهور والشعوب، المؤمنون منهم والصالحون والمنافقون، وما يجري في العالم منذ أن جاء خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. هذه السورة تفلسف لنا هذه الأنظمة السياسية في العالم كله. في هذه الحلقة عندنا موضوعان. الآية 39 من التوبة: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. يتكلم عن جماعة من المنافقين عملوا مشكلة وتخلوا عن واجباتهم في أزمة الدولة، ورئيسها محمد صلى الله عليه وسلم. قال يستبدل ولا تضروه، كلمة يستبدل ولا تضروه. في سورة هود سيدنا هود يقول لقومه نفس العبارة: وإن تتولوا يستخلف قوما غيركم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يستبدل قوما، يعني رب العالمين يقول للمنافقين في زمن سيدنا محمد، يقول لهم تولوا يستبدل. منافقي هود قال، أو حقيقة كانوا كافرين، لا ما كانوا منافقين، رب العالمين يخاطب المنافقين الذين أعلنوا إسلامهم في الظاهر فهم منافقون بزمن سيدنا هود لكن لسه ما آمنوا. قال وإن تتولوا يستخلف قوما غيركم، قال ولا تضرونه شيئا. لاحظ الفرق بين الآيتين، يستبدل هنا يستخلف، هناك ولا تضروه، هنا ولا تضرونه. هاتان الآيتان تتحدث عن واقع يقع في كل التاريخ. هناك فرق بين حكومة صالحة ولكنها ضعيفة غير قادرة، فيها شيء من الكسل، شيء من التقصير، ولكن يعني معقولة وفي حسن نية وعن ضعف. قال يستبدل، أنتم موجودين تطلعون على صفحة في مكان آخر، تأتي حكومة أخرى قوية، ولهذا الحاكم لابد أن يكون قويا، ما ينفع صلاح الحاكم، ظالم مصلح خير من عادل ضعيف، هاي معروفة. ولهذا أبو ذر قال يا رسول الله ما تستعملني، قالوا أنا كبرهم في هذا، أبو ذر الصالح الوفي الزاهد. قال لا أنت ضعيف، جيب واحد رجل يحكم، الحاكم لابد أن يكون قويا. إذن هنا يستبدل، أنت لم تكن يعني قاتلا ولا متآمرا على شعبك، ولا أنت عملت سيفك فيهم بظلم، هذا يستخلف يمحقك يهلكك، يأتي واحد آخر خلافك وهو عدوك وهو الذي يمحقك. هذا الفرق بين يستبدل ويستخلف، من حتى احنا ناخذ من الاول نعرف شو الفرق بين الاثنين. هذا الفرق بين يستبدل وبين يستخلف. هناك حكومات ضعيفة كما هو الحال في كثير من دول العالم، وراح تسقط هذه الحكومة، تجي ويستبدل، وان تتولوا ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. هذا حالة. بعد أن لا تضروه ولا تضرونه، ليش هذه هناك نفس العبارة ونفس الصيغة، وهذه لا نافية ما هي ناهية. أهل اللغة، احنا طبعا العلم برنامجنا هذا لطلاب العلم ولأهل العلم، لأنه دقيق ربما عامة الناس لا يعنيهم. لو كانت ناهية كان قلنا هذا في النون، لا هذه نافية، يعني ليش قال هنا لا تضرونه وهنا لا تضروه؟ شوف دقة القرآن لما يقول لك مبدأ، مثلا أنا أحكم عليكم، أقول أنتم شعب طيب تكرهون الربا ولا تأكلوه، بدون نون، ليش؟ بشكل مطلق أنتم من حيث المبدأ لا تأكلوا هذا الربا ولا تأكلوه. أخاطب واحد ثاني هو عنده معاملة ربا وده يشتغل بالمعاملة وده حياخذها، أقول يا أخي أنت مسلم
وتتكره وأنتم تكرهون الربا ولا تأكلونه. هذه الحالة الخاصة التي أنت فيها الآن واللي حتقول الآن ولا تأكلونه. لما أقول لا تأكلونه للتقليل قضية حالة خاصة مؤقتة. مثل قال تأخذوه ولا تأخذ من أتأخذونه المهر أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ويأتهم عرض مثله يأخذوه. شوف ليش هذه يأخذوه هذه يأخذونه؟ لأن هذا المهر معين يتكلم عن حالة خاصة تقول وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هناك يتكلم عن قضية عامة ويأتي ناس مرتشيين هم أهل الفساد في الدولة أهل الرشوة ويأتهم عرض مثله يأخذوه ولم يأخذ عليه ميثاق الكتاب. هذا الرسم الدقيق في كتاب الله عز وجل وهو من إعجازه ليس في وسع بشر مهما كان بليغا أن يستمر 23 سنة على هذا الإعجاز الذي لا يمكن لأعظم العظماء في اللغة أن يفعله ولم يخطئ ولا مرة ولم يفوت ولا مرة ولم يعني يسهو عن 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 هذه الدقة اللغوية ولا مرة. إذن هذا الفرق بين من حكومة يستبدلها الله لأنها ضعيفة وحكومة يستخلف الله بعدها هذه تمحق كما حصل في التاريخ, قبل سيدنا محمد وحتى مع سيدنا محمد. يعني لا ينكر أن الأمويين في آخر أيامه أفسدوا فرب العالمين حقهم وجاب العباسيين وفعلا تتبعوهم ما بقى حتى الطفل قتلوا. هذا استخلاف. بينما يجي فلان خليفة يجي وراء واحد يعني يزيد يا رجل ظالم استبدله بواحد غيره اللي هو عمر بن عبد العزيز وهكذا. إذن الاستبدال أنك أنت الحكومة الفاسدة تبقى تعزل ويأتي هذا تأتي بالصالحة. والاستخلاف لا لابد من محق كما حصل في نفس السورة الكريمة في قصة هود عليه السلام مثلا نفس هكذا صار استخلاف نعم موسى عليه السلام عيسى عليه السلام كلهم كانوا استخلاف نعم. هكذا نعم. طيب إذن هذا هو الفرق. نتكلم عاد بشكل عام في هذا الموضوع. يعني احنا فهمنا الفرق بين يستبدل ويستخلف وبين يعني تضروه وتضرونه ككل فعل. لا انتم تكرهوه او تكرهونه. تكرهوه بشكل عام مطلق قاعدة عقيدة. تكرهونه هذا الشيء تأخذوه بشكل عام تأخذونه هذا الحالة المعينة هكذا هو الأمر. هل استبدال هذا سياسي الشيخ؟ السيارة السياسية؟ سياسيا نعم. قصدي الاستبدال. الاستبدال هو كله سياسي. حضارة علم أو كل شيء. طبعا هي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تعالى كل شيء. علماء تنتهي العلم كان عراقيا. الآن ليس هناك ولا طقة علم. انتقل إلى مكان آخر. زين. وهناك دول في العالم كانت مشهورة بشعرائها انتهى جاء في مكان آخر بالزراعة. يعني العراق بلد النخيل في التاريخ كله لم يعد أصبح الإمارات بلد النخيل بها 50 مليون نخلة ولسه قادم بظرف 24 100 مليون نخلة وهكذا. وتلك الأيام نداولها في كل شيء في المياه والخصب والعلم والشعر والعدل وهكذا حتى بتصحر. هناك صحراء وصلت جنات الآن. يعني إحنا الآن في الإمارات كانت يعني بيئة رملية أصبحت بيئة خصبة بالمئة مئة والعراق أرض السواد أصبح بيئة كاسدة بالمئة مئة وتلك الأيام. هذا قوانين. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه حتى لو ممكن غير صالح الله طلعه اللي هو كالإمارات في عدل. البلد الطيب البلد العادل والذي خبث بالظلم لا يخرج إلا نكدة. ولذلك بالعدل تقوم السماوات والأرض. لما حصل من البرامكة بالأيام الرشيد وقتل البرامكة أبادهم إبادة كاملة. هذا شيخي القتل العام القتل الاستئصالي يمحق الحاكم ويمحق المجتمع إذا لم يأخذ بيديه. يعني الآن ما نشهده في العالم العربي الآن من حاكم يقتل شعبه بالسيارات بالطيارات والصواريخ هذا سيمحق البلد محقا إلا إذا قام عليه. وحينئذ هذه من قوانين الله. هذه السورة سورة التوبة سورة براءة
ترسم لك قوانين وسنن الحياة في القضايا السياسية بشكل عجيب كما سأذكر بعد قليل. الآن الشيخ اتضح بالنسبة لي أنا السر الذي تولى الأعاجم العلوم الشرعية من التفسير والحديث والفلسفة وغيرهم، البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة والغزالي والفارابي وابن سينا كلهم أعاجم. الله قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وأدلتنا على المنافقين الكافرين. قال صلى الله عليه من هؤلاء؟ قال قوم هذا. وفعلا الفرس كانوا مجمع حضارة الإسلام وجيشه. قرون وفارس مصدر العلم، وحتى لغتك العربية، حتى نحو هذا هم فعلوه. سيبويه والشيرازي وكذا. حينئذ فلما جاء الصفويون، نقول بصراحة نحن في العلم لا حياء في العلم ولا في الدين، لما جاء الصفويون وقلبوهم 180 درجة هذا الذي يجري الآن هكذا. وهذا ينطبق على الجميع. العرب كانوا أمة سادوا حوالي 10 قرون، الآن لا شأن لهم. ليش؟ يعني هذا من هذا وين تتولوا؟ والتولي أنواع كما تفضلت: كسل، ظلم، فتنة، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني عدة أسباب. كل خلل يقع في المجتمع ونوع من التولي إذا كانت الدولة لها دخل فيه، إما من تقصير أو من تعمد. ولهذا لن يزال المؤمن بخير ما لم يصب دما حراما. ما من حاكم يقتل شعبه إلا تصدى الله بنفسه وبشكل مباشر، كما قال على فرعون: يقتل أبناءهم نجيناكم وأنجيناكم، أنجيناكم ساعة الحدث ونجيناكم على 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 الاستمرار. هكذا هو الأمر. هذا من سنن الله عز وجل، من سنن في الكون. وبالتالي هذا يعني الفرق بين يستبدل ويستخلف على مدى ظلم هذا الجيل أو 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 أو, أو تقصيره. هناك فرق بين ليش أقل على المؤمنين؟ لأن الناس قصروا، يعني حقيقة نافقوا. المنافق شيء، والقاتل الماحق الكافر الظالم الذي يمحق الأرض والزرع هذا شيء ثاني. هكذا. ولهذا تبدأ خذ تاريخ حتى الحكم الإسلامي كله. ناس خلصوا له راح بقي ضعيف الآخرين، وناس لا مسخ الله بهم ربه مسحا، يعني حتى سمرت عيون بعض الخلفاء لشدة ظلمه للناس وقتله لهم. يعني أنت تعرف عمر بن عبد العزيز كيف 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 مات؟ لما راح يزور مملكته بعد سنتين من حكمه، خلي يشوف هالمملكة اللي أملكها من خراسان وسمرقند إلى الأندلس، مش عارف وين، كلها هو يحكمها. الله. وجد ما يلي، راح زار العراق، شاف السجون مليانة ناس مقلوعة عيونهم، عندهم ما يعني عقوبة تعذيب. وبعدين راح إلى ميسان اللي هي طبعا من أغنى بقاع العراق الآن، قاحلة وفيها خراجها هائل. فكان الوالي هذا يروح يجيب الفلاح يقول ادفع الخراج. خراج على فريم تقول له ما في مطر، الخراج على الأرض الزراعية إذا مطر. قال له ما في مطر، حما قدور من الماء تغلي، كل فلاح ما يجيب الضريبة يشيل الطفل طفل يرميه في هذا الماء. هذا واحد. راح إلى مصر طبعا من تحت مملكته، شاف أن الحاكم اللي هو مطرف ونائب عنه وعيهم عينه هذا الرجل في مصر وكل الفتوات والعيارين والقتل والجميع، قال افعلوا ماذا شاء واعطوني فلوسي، اعطوني فلوس وتخذوا ما تشاءون، اعطوني مثلا مليون قبل الليره ذهب، اعطوني مليون دينار وشو تحصلوا من حصل. فبداوا يسومون الشعب سوما، كلهم قتله، شو يسموا انا يسموها هذول يسموا ايش اللي يقتلون، مش عارفين اللي بيطلع بالاعلام يطلعون مش عارف يسموهم ايش. المهم راح الى افريقيا وهذا تحت حكمه. تدفريق شاف الحاكم رجل صالح ويصلي ذكار 24 ساعة ذكر الله، فقعد بالمال جابوا الاثنين متحاسبين متخالفين، يدخل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اقطعوا يديه سبحان الله سبحان الله، افقوا عينه سبحان الله سبحان الله. مثل الذباح، مثل الجزار، من الجزار يسبح ويذبح. فذه عاد إلى الشام لما رأى كل هذا الظلم، واستدعى رجاء بن حيوة. رجاء بن حيوة كان من الصالحين وكان مستجاب الدعوة، وهو الذي أشار على بني أمية أن يعينوا عمر بن ليس من أبنختهم، عينوا بمشورة رجاء بن حيوة. فلما نعم الوزير نعم الحاصل وبعدين جاء رجاء من المدينة، كان في المدينة ساكن،
وذهب الى 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 الشام وقابل عمر بن عبد العزيز. بعد 3 أيام قال له انت بعث علي، شتيت مني؟ قال له والله انا لي عندك حاجه فارجو ان تقضيها. قال سافعل. قال اقسم بالله. قال لا 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 ما في حاجه. قال لابد ان تقسم. قال اقسم بالله ان اقضيك حاجتك. قال ادعو الله لي بالموت. قال اعوذ بالله، بئس الوافد انا على المسلمين اذن. ما الذي حدث؟ قالوا هذا حدث، رحت العراق مفكسين عيونهم، مصر اباحوا فيها العيارين والفتوات والقتله والمجرمين، وابو افريقيا يقتل يذكر الله ويقتل يفكس بعيون الناس. اقتنع فقال هكذا، قال اللهم يا رب العالمين امت عمر، ها امت عمر الليله. اثناء ما قال جاء ابن صغير اسمه عبد العزيز طفله، قال له ادعو على هذا فاني لا استطيع فراقه. قال اللهم امت عمر بن عبد العزيز الليله وامت معه طفله هذا وامتني معهما. فمات الثلاثه في تلك الليله. الله تصور الله الله الله. هذا الظلم. نعم شيخي الحاكم الله الله الذي الله يقتل الله شعبه هذا اخس خلق الله. نعم. هذا يستخلف بعد ان يستعصل هو وعائلته وعشيرته واصله وفصله. ولهذا استحر القتل الان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما 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 رب العالمين وعدوا انه ما تستأصل الامه. نعم. وعدوا انها ما تشرك، وطلب منه ان لا يجعل بأس امتي بينهم. نعم. فمنعنيه. لا اله الا الله. ولهذا بأس الامه بينها الى نعم. يوم القيامه. نعم. وهذا ما هو حاصل الان. نسأل الله العفو والعافيه لشيخنا عوده بعد هذا الفاصل. عودة إلى الاستخلاف والاستبدال. إذن هكذا هو الأمر. وتستمر سورة التوبة في ذكر آفات الحكم وآفات المجتمع وأسباب فساده وكيف يؤدي هذا إلى الاستخلاف أو الاستبدال. فننتقل إلى التوبة 67، سورة الآية 67. رب العالمين يقول المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. انتبهوا زين، من المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. بعدها ب 71 يعني بعد 4 آيات قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. طب ليش المؤمنون بعضهم أولياء بعض والمنافقون بعضهم من بعض؟ ليش مو المؤمنون بعضهم من بعض؟ قال لا، المؤمنون أمة، المؤمنون أمة والمؤمنون أخوة، أخوة بالدين. وكل الأمم، النصارى أمة واليهود أمة والمجوس أمة، هذه أمة كبيرة. فهؤلاء بعضهم أولياء بعض، يعني ناس تحكم ناس وناس تساعد ناس وناس ترث من ناس وناس إلى آخره، فهم أولياء أمة كبيرة. إذا صار كل أمة بعضهم أولياء بعض. في كل أمة هناك شريحة منافقة. كل استعدادات الدولة من أجل هذه الشريحة، في مخابرات وفي استخبارات وفي أمن وفي عيون وفي رقابة وفي صور وفي ليش؟ هذه الشريحة المنافقين كذابوا. وسأل القرآن وصفهم ومنهم 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 يا الله. وفعلا الآن من جاء النبي صلى الله عليه وسلم بل من قامت دول في العالم من آدم إلى أن تقوم الساعة، هذه الشريحة هي التي تترصدها الدولة بكل أجهزتها الأمنية. سأذكر بعد ما قال القرآن الكريم في سورة التوبة عن هذه الشرائح. قال الأمة أمة يجمعهم الفكر أو عقيدة إلى آخره. المنافقون شريحة متراصة متآلفة متكاتفة، وقد تكون من عائلة واحدة من قبيلة واحدة من حزب واحد، يتخصصون في التربص في الدولة. في الظاهر أحباب وجيدون ومعاكم ولسانهم طيب، وصفهم القرآن 30-40 آية في 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 سورة التوبة، يعني في غاية الدقة، وهم موجودون في كل مكان. ولذلك رب العالمين قال المنافقون بعضهم من بعض. دائما أصحاب الشر متكاتفون. لماذا؟ الذي يقوم بالشر قاتل، قاطع طريق، لص، حتى ناس يعني يقولون ان اصحاب الخمر اللي يشربون الخمر يحس ان هذا منكر، هو يشعر ان هذا منكر. ولهذا لما يتعرف على 3-4-5 ممن يشربون الخمر يصبحون اصدقاء جدا متكاتفون متقاربون، يأنسون ببعضهم. يقول لك الخمر يؤلف القلوب. ليش؟ من الخوف. كل الخائفين، كل اللي شاعرين بالنقص، شاعرين بانهم اشرار، بانهم منبوذون، يتآلفون. والطيور على أشكالها تقع. تقع. وحينئذ المؤمنون أمة،
حيث ما ذات ولا أنا مسلم. أيوة. وأنا مسيحي. تروح إلى إنجلترا، تروح إلى أوروبا، أقول أنا مسيحي. تروح إلى إسرائيل، أقول لك أنا يهودي. أيوة. الكل هذول هذه أمتك. لكن المنافقون في كل الدول اللي تترصدهم الأجهزة الأمنية في كل هذه النصوص، القتلة، السراق، المزورون، أصحاب الإشاعات، لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، أصحاب الإشاعات، والإشاعات يسموها طابور الخامس. واحد كان الملك كان عنده خمس أربع طوابير من يعني أربع فرق بالقتال، قال لا، أن أنتصر بالطابور الخامس، بالفرقة الخامس، قال أصحاب الإشاعات. وفعلا الإشاعات تثور الدولة وتمزق جهودها، إشاعات عجيبة غريبة. فالمرجفون في المدينة يطلقوا الإشاعات، وإطلاق الإشاعات قد يكسب لك حرب وقد يسقط دولة. وحينئذ هؤلاء المنافقون قال بعضهم من بعض، في الغالب هم من عشيرة واحدة. ولهذا قال أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ولذلك أعود لك الشيخ، عندي مكالمة خارجية من ألمانيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخي؟ كيفك يا سيدي الكريم؟ يا مرحبا. الله يخلينا إياك ويديمك لأهل أمي هاي يا سيدي. أنا اعتذرت من اللي بيستلم المكالمة، سألني عن هذا، هو ما بالحلقة نفسها، وإنما شغلي مهم إن شاء الله لكل المسلمين. إن شاء الله خير. الذهاب إلى الحج بغض النظر عن الإنسان إذا مقتدر يعني قادر، لكن في ناس هيك طيبين شر وفضلك طلبوا منه وتمنوا عليه أن يقبل أن تكون حجته كلها من بلده إلى الحج والعودة على نفقتهم رجاء. هل يقلل هذا من أجره أو كذا؟ ولا يقلل ولا شعرة، والأجر متبادل بينهما، لا ينقص من أجورهم شيئا، من غير مثل كمن يفطر صائما من غير أن ينقص منه شيئا. توكل بالله. طيب سيد أحمد، اسمح لي سيد أحمد من الشارجة، تفضل. ألو. هلا أخوي أحمد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام مشهد. سؤالي بس الشيخ دكتور أحمد. تفضل يا سيدي. اللي صاير بالمنطقة العربية حاليا شيخ، هل هو مكتوب ولا من لا هذا تطور تاريخي، هذا من قواعد الكون. كل الحياة هكذا، كما قلنا قبل قليل، أرض زراعية تتصحر، وصحراوية تصير خصبة، شعب كله شعراء ودباء وعلماء أصاب الكسر وصار جاهل. العكس صحيح، الحضارة تنتقل من الشرق إلى الغرب، من الفرس إلى الروم، من العرب إلى غيرهم، من الأمريكان إلى الصين، وهكذا. هذه قواعد كونية ما لها علاقة. طيب عفوا يا شيخ، بس إيه؟ هذا مو زيادة الظلم وأكل الربا وكثرة الفواحش بالبلاد؟ إيه طبعا، هذا الذي قلناه له أسبابه. نعم. الذي قلناه له أسبابه، هناك حكومات مقصرة وشعوب لاهية وشعوب لم تقم بواجبها، وهناك فساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقلنا قبل قليل بالعدل تقوم السماوات والأرض. البلدان الذي فيها ظلم، يعني أنت تصدق واحد يضرب شعبه بالصواريخ والقنابل والهذا. هذا أي حاكم من هذا يا رجل؟ شكرا أبو أحمد. معنا الأخ محمود من السعودية، تفضل أستاذ محمود. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بالنسبة لعمر بن عبد العزيز كان يضرب فيه المثل في الورع والتقوى والعدل. أيوة. وما ورد الشيخ يعني يقول إنه يعني دعا على نفسه بالموت. أول شيء كيف يتفق هذا مع إنه يضرب به المثل في العدل؟ الشيء الثاني الموت أحسن من كل شر. نعم. الشيء الثاني يعني كيف الحاكم أو أي إنسان يدعو على نفسه بالموت يعني؟ في الحقيقة ذكر الموت وحب الموت من علامات الصلاح. واحد. اثنين، لو كنت أنت حاكما وأنت في عهدك هذا الذي أنت فيه سأذكر بعد قليل بعض الأحاديث عن الحاكم الظالم أو الذي يسكت عن مظلمة أو الذي يعلم أن في شعبه مظلمة ويسكت، والله لن يريح رائحة الجنة. وحينئذ عمر بن عبد العزيز جاء به بالقوة إلى الحكم وقل لك ما في فائدة، أنا لازم أبقى إلى أن أموت حاكم، فأريد أموت أخلص من هذا وهذا من حبه. ولهذا قال اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الموت. النبي قال كيف كان ذكر صاحبكم للموت؟ قال ما يذكره، قال ليس بشيء.
اللهم اجعل الموت راحة لي من كل شر. هكذا هكذا هكذا. يا ليتني مت قبل هذا وكنت لسا منسيا. طيب أم عمار سيدي. ألو. مرحبا أم عمار تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال أخوي؟ يا مرحبا. كيفك يا شيخنا؟ يلا أم عمار تفضلي. كيف حالك؟ يا شالله. الله يخليك شيخنا، بس حبيت بقول لك كلام عشان توجه أنت من هذا المكان الرائع من كلامك الطيب. حبيت بس توجه الناس يعني شو ظلموا مع بنتي وشو قسوا معاها. هو صح منوش يعني من ضمن الموضوع، بس أنا بتكلم معك إن شاء الله عمار. ماشي ماشي ماشي، نسأل الله أن يحقق لبنتك العدل كما يحقق لكل مظلوم إن شاء الله. توكل بالله. هكذا هو فرب العالمين عز وجل في هذه الآيات من سورة يتكلم عن الـ يعني هذول المنافقين اللي فعلا أساس خراب كل الدول. أولا عنده وجهين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله إلى آخره، تعرفونها جيد، والله يعلم أن المنافقين لكاذبون. هذا يخل أمام الحاكم، أمام الملك، أمام الرئيس، أمام المسؤول، مود ومحب، ولكنه ينسي كل يعني كالسرطان يمشي في الدولة، إذا لم تنتبه إليه يسعى في الدولة إلى أن يفسدها. وكل فساد الأمم من هؤلاء اللي رب العالمين ذكرهم، وكذا قال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقوله، هم العدو فاحذرهم قتلهم الله. وهكذا إذن المنافقون بعضهم من بعض. هكذا من سيد محمود من العراق. سيدي شيخ السلام محمد. عليكم صالح محمد. عليكم السلام شيخ لكم بس شلونك؟ يا مرحبا شيخي، بس اسالك على برنامج الكلمه واخواتها، هذا المؤلف طبع لو ما طبع ان شاء الله يطبع قريبا باذن الله ان شاء الله. جزاك الله خير شيخي. حياك الله. حياك الله. طبعا من المنافقين ما يسمى الان بالجواسيس، وهم هذولا يعني يا 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 ايها الرسول اهلك الذين يسارعون في الكفر، الى قال: وفيكم سماعون لهم، سماعون لكم وسماعون لهم. حينئذ هؤلاء الذين يصطند بأذنه ويذهب لكي. وهناك طبعا المحرفون، الذي يحرف الكلمة، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلم من بعد مواضعه. كل ما يمكن أن يعني ينفع الناس سواء كان بمقالة أو بقانون أو بمرسوم يتدخل إلى أن يضع. يعني احنا نعرف يعني هذا البيان الأمم المتحدة اللي كان فيه إيقاف القتال في بين العدوان الثلاثي بين مصر، في غلطة صغيرة بحرف واحد غير المفهوم. يعني الفرق بين الجلاء عن الأراضي المحتلة والجلاء عن أراضٍ، بس شال كلمة ذا تي اتش اي تغير إلى هذا اليوم راح الحق. إذن هذا من التحريفيين، من المنافقين. وبعدين أنت عندك كما قال القرآن الكريم، المنافقين يعني عرب الشيخ، المنافقين عرب، هو لسل الأل. أي طبعا هو لسل الأل. أراضي عربية أكد. أو نعم أراضي مش من الأراضي. أراضي العربية هكذا. وبعدين هذا المنافق كما ذكرت الآية في سورة التوبة، يقول: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وين ما شافوا حول الحاكم ناس مخلصين، أهل حكمة، أهل رأي صائب، أهل حق والصراحة والتوجيه ونصيحة، يظل يحفرونهم إلى أن يزيلوهم حتى ينفضوا. وبعدين هذا المنافق كما وصفهم القرآن الكريم فيهم استعلاء، يعني هو يتظاهر بأنه من العلية، يظاهر بأنه، ثم يرى نفسه خيرا من الآخرين كما قال تعالى يقول عنهم: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وبعدين القرآن يحدثنا أن هؤلاء المنافقين الذين هم تجدهم في كل بلاد من 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 في السلطة في العالم، هذا ولاؤه بقدر ما يكسب، بقدر ما تعطيه. إذا وقفت عنه عطاؤك انقلب إلى الضد، كما قال تعالى عنهم: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. في الشدائد هذا كما يقول القرآن الكريم، في الشدائد وعند الأزمات ينفض من حولك تماما ويختفي ولا تراه مطلقا، بل قد ينضم إلى عدوك كما حصل في غزوة أحد الشيخ مثلا. نعم. مثلا أي واحدة. نعم. وبعدين مال تبوك عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك صدق وتعلم الكاذبين. ولكن هؤلاء المنافقون إذا صلح الحاكم
وكان ذكي، والمفروض الحاكم أن يكون ذكيا وبصيرا وقويا. القوة أول شرط من شروط الحاكم التي تستدعي العدل، والضعيف لا يكون عادلا. القوي ذوي الأيدي، ذوي الأيدي والأبصار، القوة والأبصار الرأي. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، إلى إذن لقوته. لقد أعطاه الله من الملك. زين، فرب العالمين سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينصر حاكما ينصره، إذا كان حاكما عادلا يكفيه شرهم، كما قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. فرب العالمين يعزل أصحاب الشر عن أن يكونوا من أصحاب المغانم أو المكارم أو المساهمات العالية. ورب العالمين للإمام العادل، كما كلكم تعرفون من في هذا الزمان أسعد شعبه وحقق العدل فيهم ويعني خدمهم ورفع شأنهم، كيف أن الله سبحانه وتعالى يحميه ويوفقه بمشاريعه ونجاحها وقوته، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. سيد الشيخ أسريرك الأستاذ متعب عندي بمضابط. مرحبا أخوي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ حياك الله أخوي، تفضل. نقول جزاء الله خير الشيخ. الله يجزاك خير. نعم، وبس في طال عمرك اللي هو الأم عمار. نعم، تمنينا أنها تطرح سؤالها. لا، هذا سؤال خاص طال عمرك أخوي. نعم متعب، الأسئلة الخاصة إذا تحتاج إلى شيء من الأشياء العائلية الشيخ يستجيبه بعد البرنامج مباشرة إن شاء الله. شكرا. واضح واضح أن أم عمار، واضح أن عراقية تتحدث عما يجري في العراق وما حبينا نتوسع. أم عمار عراقية من لهجتها نعرف أنها عراقية، وحينئذ الظلم الذي شاع في العراق يعترف به العراقيون أنفسهم حكاما ومحكومين، وشيء هذا مؤقت ويزول إن شاء الله. وفعلا وفعلا شوف اي ما دام الاخ المتعب، الاخ متعب كان واضح ان الرجل اخذته الغيره، يريد ان نعم يريد ان أكيد ينصفها. نعم، وهذا شانهم هنا في الحقيقه. يعني نحن الذين استدرجنا هذا الذي يجري في العراق، والله بما كسبت ايدينا. نعم، لم نظلم، وانما اراد الله عز وجل ان يؤدب هذا الشعب الذي اذا ادبه الله وسوف يتادب باذن الله، فإن الله يستعمله. نعم، في صالح الأمة كلها. نعم، وهذا جرى في التاريخ إن شاء الله. إن شاء الله. نعم، للحديث بقية إن شاء الله في موضوعنا بعد الفاصل. نرجو أن تكون الأسئلة في صلب الموضوع بقدر الإمكان. الشيخ، إذا كان مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أطهر المجتمعات وهو المحا إليه ولم يخلو من أكيد هذه الجماعات المنافقة. نعم، هذه لكن الشيخ ليس لهم ذكر في المرحلة المكية، كان المسلمون قلة. النفاق بعد ما انفصل المسلمون، النفاق يكون عند الحاكم القوي العادل. نعم، الغني الذين يطمعون في خير في عطائه. نعم، وفي سياسته وفي يعني مغانمه. ولهذا بمكة كان المسلمون ضعفاء وهاجروا منها. نعم، ويعني ينافقونه. لماذا؟ لم يعد له شان. ولم تكن هناك مغانم، ما هو ليس هناك مراكز، هناك مغانم. نعم، هكذا. نعم، مكالمة الشيخ من الشارقة. أبو أحمد فضل. ألو، السلام عليكم. حلو حلو حلو. السلام أبو أحمد. دكتور نجيب، تسلم أخوي. كيفك شيخنا الفاضل؟ يا مرحبا شيخنا الفاضل. هل إن ما يحدث الآن في العراق يرتبط بالآية الكريمة كيفما تكونوا يولى عليكم؟ والله مش بعيد. يعني هو مش يعني لكن فيها باب فيها، لكن الله قال يمحص الله الذين آمنوا، يوحص الله الذين آمنوا. أحسب الناس ويتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. شوف الحين لا نخرج عن الموضوع. إن لله في العراق شأنا، أقرأ التاريخ كله. لماذا أول بلد على وجه الأرض العراق؟ إن لله فيه شأنا، الأنبياء الحضارات إلى آخره. وكلما أصابته قوانين التعري والقدم وصار به هذا الخراب الذي أنت تراه، رب العالمين يبعث عليه هذا الوباء وهذا البلاء، إما فرس وإما روم وإما أمريكان وإما عثمانيين وإما كذا، إلى أن يطهره لكي يستعمله. وكل الناس يعرفون الآن أن الشعب العراقي اليوم غير الشعب العراقي الذي جاء الاحتلال من 7-8 سنوات. الآن توحدوا واستيقظوا، وبعد سنتين 3-4 سوف ترى العراق بلدا عظيما ينفع الأمة العربية كاملة بدون استثناء، لما فيه من طاقات وما فيه من ثروات وما فيه من تاريخ. بإذن الله هذا البلد يعد الآن
لإعدادا هائلا، لأن الأمة العربية كلها قادمة. هذا الذي يجري يا أخي الكريم في الأمة العربية كله تجديد وإيقاظ همم، وأن يستيقظ الناس وأن يزال الخبث. ما يصح إلا الصحيح، ما يبقى إلا الحاكم العادل الأصيل المعروف الذي ما يأتيك من مجهول والناس كلهم عبيده. إذن الأمة قادمة، وبالتاريخ كله ما ينهض العالم إلا بالعراق. هذا لا تقول لي بأني أتحيز، أقرأ التاريخ. ولهذا كان 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 الحديث الصحيح في السنن لما سيدنا إبراهيم أراد أن أدعو الله على أهل العراق ولن أحرقوه في النار، وهم هذا قسات على العراقيون وقسات على الحاكم بشكل خيالي، ولذلك ما جاءهم حاكم إلا سحلوا قتلوا حتى علي بن أبي طالب. هذا الشعب العنيف إذا أراد الله أن يستعمله لخير الأمة فعل به هكذا كما هو الآن. وكل الناس يعرفون بأن العراق الآن يعود يلتئم مرة أخرى لكي يكون دولة عربية مسلمة تنفع الأمة نفعا عظيما مع أخواتها الدول العربية الأخرى التي كما تراها الآن تصفي نفسها من هذا الاختصاب 40 و50 عام من واحد ضابط ما تعرف منين جاي. حينئذ هذا الذي يجي لصالح الأمة إن شاء الله، لأن الأمة قادمة، الأمة قادمة حتما، هذا قدرها وكما أخبر النبي بها، ثم يعود على هدي النبوة إلى 50 إماما. سيد الشيخ معنا أستاذ وعد من سوريا، تفضل. مرحبا. عليكم السلام، حياك الله مرة أخرى أستاذ وعد. حياك وبياك، كيفك يا شيخ نجيب؟ وأنتم كذلك، طول عمرك، تفضل. الله يرضى عنكم، كيفكم شيخنا الحبيب؟ مرحبا يا أخي الكريم. الله أكرمكم الله دنيا وآخرة، الله يحفظكم شيخنا. آمين. شيخنا الحبيب، عندي سؤال، الله يرضى عنكم. تفضل. هو السؤال من الشيخين طبعا. أولا، عندما يقول سبحانه وتعالى إن الله عزيز حكيم. نعم. عزيز حكيم. في قوله تعالى يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. إن الله عزيز غفور. نعم. نعم. تريد يعني سر التدبير؟ نعم. هذا الشق الأول. نعم. تفضل. أكمل. أي نعم. فما جوابكم عليه يعني شيخنا؟ إن شاء الله. يعني قصدك لماذا قال إن الله عزيز حكيم، إن الله عزيز غفور؟ يعني. يعني أخي الكريم أقول لك شيء. هو من أحق بالمغفرة؟ أنت لو تعرف أنه ما من عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل كالعبادة التي تكون في نطاق عين لام ميم، علم وأعلم وتعلم ومعلم وعالم، وهذا إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولكن العلماء العاملون، لأنه أول من تسعر بهم النار العلماء، وأول من يدخل الجنة العلماء. وحينئذ نقول بأن الله لما يتكلم عن العلم والعلماء الحقيقيين عزيز بإعزازهم وإكرامهم، وسوف يغفر لهم كما في الحديث يجمع الله العلماء ويقول لهم العاملون، ويقول لهم إني لم أضع فيكم علمي لكي أعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم، ثم يأمرهم أن يشفعوا لكل من يريدون. هذه معروفة، والعكس صحيح، العلماء غير العاملين الذين طبعا مع الكفار وما كما تراهم الآن، يعني أنت الآن في الصورة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم ومنفق وشهيد من أصحاب الرياء وما أكثرهم، ونحن منهم الله أعلم. إن شاء الله شيخ نبشر أستاذ وعد أن هناك برنامج خاص على الأسماء الله تعالى الحسنى، إن شاء الله إن شاء الله قريب بإذن الله سيتناولها شيخ بشيء من التفصيل. إذن هكذا هو أمر الإمام العادل. يا الله، ما من شيء كما قال الأخ الكريم وعد الآن على مسألة العلم والعلماء، ما من شيء يستدر الرحمة للبلد والخصب والثروة والأمن كالحاكم العادل. ولهذا أول السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم القيامة إمام عادل، وساعة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ساعة من إمام عادل يا الله تعدل عبادة 60 سنة، واحد عبد الله 60 سنة يقوم الليل ويصوم النهار، وهذا الإمام العادل ساعة من ساعاته التي يعدل بها بين شعبه ويكرمهم ويعلمهم ويصلحهم خير من عبادة 60 سنة. هكذا، والعكس صحيح.
يقول عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك أخذ بقفاه ثم يرفع رأسه إلى السماء فإن قال ألقه ألقاه فهو في مهواه 40 خريفا. هكذا فرق بين الحاكم الظالم والحاكم العادل. وأنتم الآن في الصورة، أنتم الآن في الصورة، قارنوا عقليا وبشكل بديهي وسريع بين حاكم يقتل شعبه بالشكل الذي تعرفون آلاف القتلى وبشر الطريقة لا لشيء إلا لأنه يريد يصر على أن يبقى وهو ليس حاكما وليس ملكا، جابوا 4 سنوات بقى 40 سنة، وبين حاكم أسعد شعبه وعلمه وهذبه ورفع شأنه. وكما قال أنت جالس قارن بين أوروبا وبين أمريكا وبين الغرب وبين الشرق وبين المسلمين. والعدل لا يختص بدين، وما كان الله ليعذب قوما وهم مصلحون، زين، وما كان الله ليهلك قوما وأهلها مصلحون، لا أذكر الآية الآن بالضبط، وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، يعني بظلم بشرك إذا كان أهلها مصلحون يحققون العدل فيما بينهم. فالعدل هذا عند المسلمين أو عند غير المسلمين، كل دولة تحقق العدل ففي الدنيا رب العالمين يمن عليها بالخصم والرزق والعدل والأمان، والعكس صحيح. ولذلك إن السلطان ظل الله في الأرض، من أجل هذا حساب السلطان يوم القيامة عجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء بالإمام الجائر يوم القيامة فتخاصمه الرعية فيفلجون عليه، يعني يدحرون حجته، فيقال له: سد ركنا من أركان جهنم. صور، لأن تأتي الرعية يقول: شو سوت فينا، قتلت وسجون وتعذيب وخسم العيون وقطع رقاب وصواريخ وقنابل. فالله يقول: سد ركنا من أركان جهنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، وعليه الهبلة، وعليه هبلة الله، الهبلة يعني اللعنة. اللهم ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به، رواه مسلم. لين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يلي من أمر المسلمين شيئا لم يحفظهم بما يحفظ به نفسه إلا لم يرح رائحة الجنة، وفي رواية لم يجد رائحة الجنة. ولذلك الحاكم هذا في محنة عظمى، ما في وسط، إما في جنة وإما في نار، وأي نار إن كان ظالما، وأي جنة عظيمة إن كان عادلا. عندي سلام أبو كريم من الأردن، شيخنا الجليل، تفضل. سلام أبو كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام أبو كريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية الأستاذ نجيب وفضيلة الدكتور أحمد. حياك الله. وأبقاه ذخرا للإسلام والمسلمين. الله يبارك فيك. السؤال الأول: ما هو واجب الوقت على الأمة الآن؟ واجب؟ وقال: ما هو واجب الوقت على الأمة الآن؟ واجب الوقت؟ يعني واجبنا حاليا. واجب الوقت. الوقف الوقف؟ واجب الوقت، الوقت. يعني قصدك وضح السؤال أخي الكريم. ما هو واجب الوقت؟ يعني الوقت اللي احنا عايشين فيه الآن. واجب الوقت. نعم. السؤال الثاني. نعم. علمنا العلماء الأفاضل بأنه إذا احتلت منطقة في المشرق واستغاثوا بأهل المغرب ولم يغيثوهم فكلهم آمنون، فكلهم آمنون. والسؤال الثالث يا دكتور نجيب: لقد عشمتنا بأن أترك تليفوني قبل حلقتين في البرنامج ولم أرى منك غيثا يصلني أو اتصالا. اللقب اللي وصلنا ما كان صحيح أخي الكريم. تليفوني موجود عند الدكتور أحمد. إن شاء الله إن شاء الله. لا اتركها مع المخرج دكتور أحمد، وصل موبايله مليان، اتركها أخي الكريم مع المخرج. أنا أتركه دائما بيقول لي يعني لا خلي مع المخرج أخي الكريم إن شاء الله. شكرا أستاذ الكريم، بارك الله فيك. كأن الأستاذ أبو كريم يسأل يعني كيف يسخر الأمة الآن من الاستفادة لوقتها من حيث الأولويات
وما تهب عليها من مصائب. يعني حقيقة لما يقول ما هو واجب الوقت شوي يعني لا هذه مع الله على كل مفهمه. ناخذ من أم محمد السؤال. أما الأمة التي ينبغي عليها أن تغيث إذا كانت أمة واحدة دولة واحدة كما كان في المسلمين من المشرق إلى المغرب يحكمها واحد إما في بغداد أو ما في دمشق. هذا لم يعد الآن، أصبحت الآن هناك شعوب، الأمة انقسمت إلى شعوب ولكل شعب حاكم، فالمسؤولية على الحكام الآن ليس على الأمة، لأن ما تستطيع. يعني الآن هناك دول فعلا تقتل، فينبغي للأمة أن تسعفها على شرط أن يسمح الحاكم، ولا ينبغي أن تحدث الفوضى. إذا الحاكم أمر شعبه أن ينجد تلك الأمة لابد أن يطيع، وهذا معروف. إذن أحكام حكاية الأمة وما واجبات الأمة نعم، لكن هذا في حدود النظام السياسي الموجود الآن. عندما كانت الأمة يحكمها واحد يجلس في عباسي في بغداد أو أموي في دمشق ومن مشرق الشمس إلى مغربها، هذا كلامك صحيح. أما الآن هناك دول وأنظمة وجواز سفر وحدود وقوانين دولية ومن متحدة، هذا لكن كل من يتاح له أن ينصر جماعة من المسلمين ولا يذهب فهو آثم. إذا هم بالمسلمين أمر فلا مال لأحد، ولذلك حينئذ عند الأزمات يصبح هذا فرض عين لا فرض كفاية. معنا إذن الأخ أم محمد من أبوظبي، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا شيخنا. يا مرحبا. عندي سؤال، أنه عندنا إحنا سورة النحل سورة الحاج ودت الآية 70 في سورة النحل، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علمي شيئا. طيب. في سورة الحج آية 5، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. سؤال جيد يا بنتي يا محمد. لكي لا يعلم بعد علم شيئا، واحد بلغ 90 بعد لما تعلمي شيء ما يتعلم، يا فلان شيء ما يعرف، فلان هذا على فلان ما يعرف، لكن ما القديم ما ينسى. هذا لكي لا يعلم بعد علم شيئا، بدون من، لكي لا يعلم بعد علم شيئا أنه لم يعد يستطيع أن يتعلم معلومات جديدة، هذا فلان هذا كذا ينسى، وين بيتنا وين أروح مين ما يدري. هذا واحد يتطور مع هذا الحال يصل إلى 120 لكي لا يعلم من بعد، حتى البدايات مو هذه من الابتداء، حتى بدايات معلوماته الصغيرة ما يعرفها. في ناس ما يدرك الآن، لكن لما يتحدث عن طفولته وقرايبه وتاريخه يعرفها. هذا هو، هذا يعلم من بعد علم شيئا ولا يعلم بعد علم شيئا. يعني معلومات الكبر ينساها ومعلومات الصغار ما ينساها، يتطور مع الكبر إلى أن حتى لكي لا يعلم من بعدي، حتى من البدايات نسيها. وهذا سؤال جيد. عودة لموضوعنا، ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى عندما قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إن هذه الظاهرة وإن كانت سلبية قضية النفاق بالعكس. نعم هي شيخي، هذا الذي يجري فيه نعم قوة الأمة ليمحص الله الذين أيوة آمنوا لا تحسبوه شرا لكم أبدا بل هو خير هذا لكم. يعني نعم هذا الجواسيس للناس نعم هذه فيها قوة الأمة نعم تأخذ حذرك. شكرا حذركم. بارك الله فيكم شيخنا لاختصار الوقت، وإلى اللقاء مع شيخنا الجليل في الحلقة القادمة. باسمكم جميعا أتقدم الشكر الجزيل لفضيلته، داعي المولى سبحانه وتعالى أن يوفقه لإتمام هذه الرحلة القرآنية في هذا البرنامج وغيرها من البرامج التي نحن على أمل أن يتمها. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.